معلش يا جماعة، عارفة إن إحنا اتأخرنا عليكم النهاردة، بس فعلا حصل موقف سخيف جدا وأنا جاية في الطريق. الحقيقة إحنا كنا ماشيين كلنا في شارع، والله كنا ماشيين كلنا في شارع، بس فجأة الطريق اتقفل. بيقولوا في عربية وقفت الطريق. طبعا من قبل ما الناس تشوف أصلا مين اللي سايق، إذا كان يعني راجل ولا ست، للتوضيح الناس كلها ابتدت تشتم في الستات. فجأة سيمفونية الشتيمة في الست ابتدت تنزل على اللسان. جرى يا ست؟ حرام عليكي، منك لله معطلانة، واللي عنده شغل، واللي افتكر ان مراته بتولد فجأة حاجات عجبت الشكل. وفجأة الطريق فتح، ابتدت العربية تمشي. ببص لقيت اللي سايق راجل، وحياة ربنا راجل. ومن سيمفونية الشتيمة اللي كانت نازلة ترخ على راس الست اللي ما كانتش سايقة أصلا، لفجأة معلش يمكن متأخر، معلش يمكن راجل عجوز مش قادر يسوق، وحاجات كتيرة قوي. الأعذار نزلت كلها فجأة. ما هم الستات فعلا يا جماعه ما بيعرفوش يسوقوا، هم اللي بيسوقوا تريلات على المحور وعلى الدائري وبيقلبوا العربيات جنبهم، فعلا هم الستات. وهم اللي بيسوقوا الميكروباصات برضو، اللي بيقفوا في نص الطريق عشان يبدلوا الزباين اللي طالع واللي نازل، وهم برضو اللي بيركنوا قدام كل سوبر ماركت علشان برضو ينزل الحموره بتاعته. معلش معلش، هم الستات ما بيعرفوش يعملوا حاجه ابدا في حياتهم غير ان هم يخربوا حياه العامه. حتى المنتجين بيبصوا دايما للممثله الست على انها كائن غريب. والله يعني مثلا ما تلاقيهمش مثلا يعملوا بطوله فيلم لواحده ست، لا بس في اتنين بالظبط هم اللي بيعملوا كل البطولات النسائيه في الافلام والمنتجين بيشغلوهم. اللهم لا حسد، يعني الواحد مش عايز ينق عليهم، بس يعني ده ما يمنعش ان النفسيه ابه من ناحيه الموضوع ده. المهم يا جماعه، يجي المنتج يكلم الممثله من دول يقول لها الو، ايوه يا فندم، اهلا، ازاي حضرتك يا حاج او يا استاذ وات ايفر، بما انه ما فيش غير الحاج اللي شغال. انا عايزك بقى في دور جديد، قول يا حبيبي اخت البطل. طب مفيش دور تاني؟ حبيبه البطل المحروقه. طب مفيش دور تالت؟ ام البطل. يا جماعه ام البطل بقى بجد، بقى ام البطل، احنا امتى بقى هنشم نفسنا بقى؟ حرام عليكم، ادونا فرصه والنبي، ادونا فرصه، يعني مش معقول كده. شويه جالي فيلم بنات العم، قلت بس الزهر لعب معايا بقى وهخربها. فجأة بعد 15 دقيقة أتحول لأحمد فهمي. ليه؟ ليه أتحول لأحمد فهمي؟ ولما جالي مسلسل العهد فرحت بقى، قلت يا سلام أبطال بقى إيه كلاس، غادة عادل بقى وآسر ياسين بقى وكندا وهنا، هنخربها. اسمي إيه بقى يا جماعة؟ فتحي. طب دي تبقى فتحي إزاي؟ يعني حد يقول لي. بجد يا جماعة الستات مش مشكلتهم بس في المجتمع ان هم مش واخدين حقهم، الستات نفسهم ما بيثقوش في الستات اللي زيهم. يعني مثلا لو واحده عايزه تقص شعرها او تصبغه ما تروحش للكوافيره ست، المبدا ده مش موجود. تقول لك لا انا عايزه كوافير راجل، لازم يبقى راجل عشان يعرف يصبغ لي. طب حضرتك هتتابعي الحمل او الولاده تحبي راجل ولا لا؟ دكتور نساء ولاده، ست لا. الستات ما عندهمش ثقه في بعض، تبقى فين المشكله؟ هما الستات عايزين ايه يا جماعه؟